السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل طيبين. عندنا الهوم ورك بتاع الاكسيال سكيلتون او السبورتنج مان، وكالعادة قلنا الهوم ورك هيبقى كذا بارت، عندي المعاصر، بعد كده عندي الاذر سورس، عندي الاي كي بي، فركزوا الله يكرمكم. هبدا بالسمر بتاع الشرح. قلنا ان السبورت في الانسان مسؤوليه حاجه اسمها سكيلتال سيستم، اللي هو عباره عن سكيلتون، هيكل عظمي زي ما ظهر لك كده 206 بونز، تمام؟ بنقسمهم للاكسيال والابنديكولر، وعند الكارتليج اللي موجوده ما بين البونز عشان تمنع الفريكشن والكروجن بتاع البونز، وعند الليجمنت والتندنز اللي بيربط الحاجات دي كلها مع بعض، وعند الجوينت اللي بتحدد اماكن الموفمنت. سمر عبيط كده للاستراكشر بتاع السكيلتال سيستم. العلماء هيدونا جزء جزء نقعد نذاكر فيه. فعندنا اول جزء هندرسه النهارده حاجه اسمها السكيلتون، اللي هم العظم. العظم بتاعنا كم عظمه يا مستر؟ 206 بونز. العلماء قسموهم لاكسيال وابنديكولر. اكسيال 80 بونز، ابنديكولر 126 بونز. الاكسيال عباره عن السكال والثراسيك كيج والفيرتيبرال كور. حلو. السؤال بقى يا مستر، هو ليه يا مستر عدد العظم لازم يبقى كبير جدا؟ ليه ربنا عمل 206 عظمه؟ 206 عظمه لارج نمبر عشان يعمل فاسيليتيت للموفمنت. كل لما عدد العظم عندك يزيد، كل لما القدره على الحركه تزيد، زي الناس اللي بترقص جنب مني كده دلوقتي. طيب، او بطريقه محترمه زي الناس دي. فكل لما البونز عددها يزيد، كل لما القدره على الموفمنت الى صحته تزيد. طب حلو قوي. هنبتدي نعمل ايه بقى يا مستر؟ اتفقنا ان في اكسل في ابنديكلر، هناخد جزء جزء. يعني هنبدا بالاكسل الاول. قلنا ان الاكسل سكال ثراسيك كيج فيرتيبرال كور. نبدا باول واحد مستر مين؟ نبدا بالسكال. مالها يا مستر؟ اهو تعال نشوف. السكال عباره عن بوني ساك، كيس كده من العظم. المين فانكشن ليه؟ يعمل بروتكشن للبرين. السكال 200 ايه؟ السكال 22 بونز، متقسمه على جزئين، فرونتال بارت، الفيشال بارت، الانتيريور بارت، الجزء الوجهي، الجزء الامامي، وده الجزء اللي مسؤول عن السنس اورجان، اماكن العينيك، الابر واللور جو، الفيس بون، عظم وشك. طيب البوستيريور بارت يا مستر، البوستيريور بارت او السريبرال بارت، الجزء اللي عليه شعرك ده، هو ده جزء عباره عن 8 سيريتد بونز، 8 عظمات خشنين كونكتد تو جذر عن طريق السوتشر. لو انا بفكهم كده هتلاقي 8 عظمات الحروف بتاعتهم حروف خشنه بيركبوا مع بعض عن طريق جوينت اسمها سوتشر. اسمها ايه كمان مره؟ سوتشر. الظريف بقى ان السكال في الحته دي، ان العظم ده اتولدت بيه موفينج، الثمان عظمات دول انت اتولدت بيهم بيتحركوا، ولما كبرت دلوقتي بقوا ناشفين. طب مستر اتولدت ليهم بيتحركوا ليه؟ عشان يدي مساحه لنمو مخك، يعني كانوا يتمددوا كده مع مخك، لانهم لو نزلوا مقفولين ما كانش في فكره الديفلوبمنت بتاع البرين ولد تحصل. وفي نفس الوقت عشان يسهل فكره الولاده الطبيعيه للحاجه. يعني ايه علاقتها يا مستر؟ بص كده معايا بسرعه شديده كده. العظم ده هم 8 عظمات بيسهلوا فكره الناتشرال ليبر، الولاده الطبيعيه عند مامتك. ازاي؟ بص يا جميل، ثانيه واحده، نجيب ست بتولد اهي، ست بتولد اهي يا جدعان. بصوا كده، ده وضع الولاده، الراس بتاعت العيل مقلوبه لتحت خلاص. بص يا جميل، هنزود بس شويه عشان الولاده بتاخد وقت. ادي الفلويد اللي بينزل ساعه الولاده. راس العيل بتعدي من منطقه البلفس بتاعت الست، الحوض. فلو خدت بالك كده، بص ادي العظم بتاع السكال هيظهر قدامك اهو. خد بالك من الكادر ده، كذا عظمه ظاهره قدامك اهي. لما مشي الفيديو هتلاقي ان البونز ده بيلزق في بعضه، بيقرب من بعضه عشان يديكريز السايز بتاع السكال، فتقدر تعدي من منطقه البلفس عند الست، فتبقى الولاده من غير يعني ايه لحد ما المها قليل، مع انها برضو بتبقى مرهقه جدا للستات. ادي الفكره. طيب يبقى السكال 22 بونز، 14 في الجزء الامامي، 8 في الجزء الخلفي. طيب في السكال في حاجه مهمه جدا. ايه السكال؟ ايه الحاجه المهمه اللي في السكال؟ العلماء لقوا، بص يا كبير، ادي السكال 3 دي اهي. لما امسك السكال ادي العظم اللي انا بتكلم عليه، بص كده اتشال اهو، ادي السيريتد بونز. السيريتد بونز دول بيتحدوا مع بعض ويعمل لي كافيتي، الحفره اللي في النص دي اللي بيستقر فيها البرين. لما تقلب السكال بقى وتلاقي في الجزء البوستيرير بتاعها في فتحه هنا اهي، الفتحه دي اسمها فورام الماجنم. دي فتحه اللي دورها تعمل كونكشن ما بين البرين وما بين مين؟ السباينال كورد. تبقى موجوده في عظمه اسمها الاوكسيبيتال لوب، ودي معلومه من بنك المعرفه. خلي بالك بقى من سؤال لئيم قوي،
يجي يقول لك ايه الفورام الماجنم موجود فين؟ اقول له الفورام الماجنم موجود في السكال بيز او في البوستيريور بارت اوف ذا سكال. حلو، كلام جميل. يجي بقى سؤال لئيم لئيم، يقول لك ايه الفورام الماجنم كان بي سين باي او فروم، يتشاف ازاي؟ خلي بالك موجود فين؟ قلنا موجود في قلب، موجود في قلب البوستيريور بارت اوف ذا سكال، ودوره يعمل كونكشن ما بين البرين وما بين السباينال كورد. مستر يتشاف ازاي؟ هل ابص على وشك كده انتيريورلي فاشوف الفورام الماجنم؟ لا. طب هل ابص على قفاك كده بوستيريورلي فاشوف الفورام الماجنم؟ لا. طب ابص لاترالي كده من الجنب اليمين او الجنب الشمال فاشوف الفورام الماجنم؟ الاجابه لا. امال يا مستر يتشاف ازاي؟ انفيريورلي. يعني ايه انفيريورلي؟ يعني لو الجمجمه كده، لو الجمجمه كده واقفه، انا لازم اوطي من تحت عشان اشوف مين؟ عشان اشوف الفورام الماجنم، زي ما هو ظاهر قدامك كده، ادي السكال اهو. لو بصينا عليها من الخلف بوستيريور فيو مش هتبان، من الجنب مش هيبان، طب من الامام يا مستر مش هيبان، لكن عشان اشوف الفورام الماجنم لازم ابص على الفورام الماجنم من تحت، من ايه؟ من اللور سيرفيس، يعني انفيريور دي. فخلي بالك هو موجود فين ويتشاف ازاي. طيب ده كلام جميل. خد بالك بقى من التكه الثانيه، الجمجمه 22 بونز، قلنا 14 فيشل و8 سيريتد اللي هم البوستيريور. طب لو قال لي الجمجمه والاوديتري بونز، ايه الاوديتري بون ده يا مستر؟ عظم الودن وعظمه الهايويد بون، عظم ودنك ودانك، كل ودن فيها ثلاث عظمات بيساعدوا في عمليه السمع. تمام. طيب فثلاثة في الودن اليمين وثلاثة في الودن الشمال في الميدير اير مع الهايويد بون دول يعملوا سبعة. فلو قال لي السكال فيها كام عظمة؟ اقول له 22. لو قال لي السكال وز اول اتس كونتنت او الاوديتري بون او الهيرينج بون، حاجة اسمها ستيبس وانكس بون، اصغر عظم في جسمك، اقول له 29. طيب كلام جميل. يلا يا رجالة كده بالنسبة لنا السكال مين؟ خلصت كسامري شرح. نشوف، اللهم صل على سيدنا محمد، اشوف الاسئله اللي جت على الحته دي. بسم الله. يقول لك ليه الفورام الماجنم كان بي سين ثرو ها ذا فيو اوف ذا سكال. اشوف الفورام الماجنم من انهي ناحيه؟ طبعا اشوفه من الانفيريور فيو، من الجانب السفلي. طب كلام جميل، خد بالك من الحته اللي جايه دي، اسئله المعاصر طبعا. نمبر اوف سكال اند ذير اتاتشمنت ان ادلت هيومن، عدد العظم اللي في السكال بالاتاتشمنت طبعا بتاعها يبقى 29. طب مستر لو قال لي السكال وزود اتاتشمنت اقول له 22. السؤال اللي بعد يقول لك نمبر اوف اكسيال سكيلتون طبعا 80 اللي متوزعين على الثلاثي الكيج والفيرتيبرال كولوم والسكال. طيب which of the following is correct about the opposite figure، جايب لك السكال متصوره من تحت من الانفيريور فيو، فلو انت واخد بالك هتبقى شايف مين؟ الفورام الماجنم واضح. من الجمله اللي صح ذا ستراكشر نمبر 2 ماله بقى از immovable cartilage joint؟ لا، الجوينت اللي موجوده في قلب السكال حاجه اسمها سوتشرز، مفاصل ليفيه، حاجه اسمها فايبر جوينت مش كارتليجينس جوينت. مستر ما خدناش الكلام ده، هتاخده بالتفصيل في حته الجوينت، حته الجوينت لسه هتتشرح قدام. فالسكال فيها حاجه اسمها الفايبرس جوينت، حاجه اسمها كمان مره ايه؟ فايبرس جوينت. رقم 2 دي كده غلط. طيب العظمه الوحيده اللي بتتحرك في السكال هي اللور جو، مش الحته دي، يعني هو مشاور على الايه؟ على حته غلط. طيب استراكشر نمبر 4 اكسبرس موفابل جو، استراكشر نمبر 4 مشاور على فكك اللي فوق، هل ده موفينج جو ولا اللور جو اللي بيتحرك؟ لا، اللور جو اللي بيتحرك، يبقى الجمله دي غلط. فاول جمله غلط عشان قال نوع الجوينت اسمه كارتليجينال جوينت، وده مش موجود عندنا في السكال في الحته اللي مشاور عليها. اللي موجود في السكال حاجه اسمها الفايبر جوينت، ويمكن دي بدري شويه لسه هتاخدوها الحصه الجايه. طيب ثرو استراكشر نمبر 1 ثرو ويتش برين كونكتد تو ذا سباينال كورد، الجمله صح جدا، لان الاستراكشر نمبر 1 ده هو الفورم الماجنم اللي من خلاله بيحصل كونكشن ما بين البرين وبين السباينال كورد، جمله صح. طب استراكشر نمبر 3 بروتكت برين اند سنس اورجن، نمبر 3 بيحمي البرين والسنس اورجن، ملوش علاقه بقى بالسنس اورجن ده بقى. تمام، خلي بالك استراكشر نمبر 3 ده الاوكسيبيتال بارت، الجزء الاخير من جمجمتك اللي فيه الفورم الماجنم، لكن السنس اورجن موجوده في الامام في الانتيريور فيو. طب ناخد الجزء اللي جاي بقى اذر سورس، دي اسئله المعاصر اللي كانت جايه موجوده على الحته دي. ناخد بقى الاسكال، الاسكال يقول لك ايه نمبر اوف بونز ان ذا سكيلتون 206 بونز، 206 بون، 206 بون. معلش يا رجاله هنعمل ايه؟ ايديت بس كده عشان هو 206 بون مش 610 لو ظهر عندكم في الباوربوينت، شوفها لكم برده في الجايد انسر تبقى معموله ازاي.
206 بون. ادي النيل علينا، ادي يا عم ادي الفسيولوجيكال. نشوف اذر سورس، اذر سورس موجوده في الانسر بتاعتكم سي صح 206 بونز، هي موجوده عندك في الانسر وانا بعدلها معاك في الفيديو. طيب مستر اكزيال سكيلتون كونسيستس اوف، طبعا السكال والثوراسيك كيج والفيرتبرال كونو، اسئله لا تليق بمستوى الطلبة اللي احنا بندرس لها لانهم مستوى الدكاترة. All the following are from the axial skeletal except، خلاص اسحب البيكتورال جيرد لكتافك اللي هو الشولدر بون لان ده مش تبع الاكزيال. ماشي، السؤال اللي بعده بيقول يا رجالة، بيقول cerebral part of skull contain foramen magnum، الفتحة اللي من خلالها بيعدي البرين للسباينال، بيعدي السباينال كورد للبرين. طيب كلام جميل يا مستر. السؤال اللي بعده number of serrated bones of the skull، طبعا ده 8 اتولدت بيهم بيتحركوا بينشفوا مع الوقت. اتحركوا ليه يا مستر؟ عشان يسهل عمليه الولاده. طب بينشفوا مع الوقت لان بيترسب عليهم الكالسيوم نتيجه الرضاعه اللي حضرتك هتقعد تنهض فيها طول سنتين والسريلاك والحاجات اللي انت ايه هتاخدها. يلا يا عم، cerebral part of carinium contain، طبعا لارج هول كارينيوم اللي هو الكافيت اللي في الاخر اللي هو البوستيريور بارت، الحته اللي ورا دي الكافيت اللي موجود جوه البرين بيبقى موجود في مين؟ لارج هول اللي هو الفورامين ماجنم. طيب ماشي يا مستر، كده الجزء بتاع الاسئله بتاعت الاذر سورس بيقول لك هنا ايه برضو، لور جو از فروم ارتكليتنج بون اوف ذا هيد اتاتش تو ذا سكال باي ماسل بوث اي اند بي نون اوف ذم. خلي بالك اللور جو من الارتكليتد بون، من الارتكليتد بون العظم المتحرك في السكال، من الارتكليتد بون العظم المتحرك في السكال، يمكن دي العظمه الوحيده اللي متحركه فين؟ في السكال. لحد كده تبقى عندنا جزئيه السكال خلصت سواء بالاذر سورس او بالمعاصر مع السمر بتاعها. نشوفكم بقى في بارت تاني اللي هو الثوراسيك كيج. سلام عليكم.